واو اوكي، دي كانت فكرة وحشة اوي. اوكي ثانية واحدة. هاي يا جماعة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ خلينا نتفق على حاجة في الفيديو ده، ان اصوات العربيات هتبقى جزء من حياتنا، وان ده مش هيمنعنا ان احنا نكمل الفيديو. اتفقنا. يا رب ما يجيش بتاع الربابيك يا في النص. حطيت على يوتيوب وعلى انستجرام. ايه غلطتي والله. ودلوقتي في خناق في الشارع. كنت حطيت على يوتيوب وعلى انستجرام بقول لكم لو حد عنده اي اسئله وحاجات عايز يعرفها عني فيسيبها في الكومنتس. ففي الفيديو ده انا هجاوب على الحاجات دي على قد ما اقدر. كان في فيديو كنت عملته من كذا شهر اسمه 20 facts about me. لو حابين تبقوا تشوفوه بعد الفيديو ده ابقوا دوسوا هنا او هنا او هسيبه تحت في الديسكريبشن بوكس. فيلا يلا نبدا الاسئله. انت عندك كام سنه؟ 23 سنة. بتدرسي ايه او متخرجة من ايه؟ كنت بدرس marketing and international business. بتشتغلي ايه؟ بشتغل في digital marketing agency. مش ناوية تعملي فيديو تغني فيه اغاني space tune القديمة؟ ناوية بجد، وجربت كذا مرة قبل كده بس الحاجة اللي طلعت ما كنتش راضية عنها الصراحة، فهجرب تاني ونشوف ايه اللي هيحصل. مين اليوتيوبرز اللي بتتابعيهم وليه بتتأخري في الفيديوهات؟ ممكن اكتر ناس هشام عفيفي والدحيح، وفي ناس بقى ميوزيشنز يوتيوبرز. وبتتاخري في الفيديوهات ليه؟ ببساطه مشكله الشغل والوقت، ان انا بخلص شغل متاخر فقبل ما بروح وبشوف الحاجات التانية اللي عايز اعملها وتمرين ومش عارف ايه، والاديتنج نفسه بياخد مني وقت، فالبروسيس كلها بتبقى تايم كونسيومينج جدا، فللاسف ده بيخليني اتاخر في الفيديوهات. هو انتوا الشغل عندكم مش كتير لدرجه انكم بتقعدوا تهزروا في الشغل كده؟ في الواقع ان احنا الشغل عندنا كتير جدا. انا عارفه ان هو مش باين كده، بس اللي بيحصل ان انا لما باجي اصور بختار الاوقات اللي هي بيبقى فيها بريك او بنبقى بنهزر فيها، ودي اللي بصورها، لان خلينا واقعيين محدش بيبقى عايز يتفرج على فلوج وناس بتشتغل والدنيا ممله وكده. اكلتك المفضله؟ سوشي، بيتزا، شوربه خضار. المايك اللي بتستخدميه بكام وجايباه منين؟ المايك اللي هو بستخدمه عامة ده جايبة من سوق.com وكان بحوالي 60 جنيه أو حاجة كده. What's your favorite hobby besides crossfit؟ الغنى والقراية والكتابة والسفر. هدفك ايه في الحياة؟ ان انا افتح my own business او ابقى my own business، وان انا الف في العالم على قد ما اقدر. بتشجع مين في البريمير ليج؟ ليفربول وتشيلسي. ليه بتكتبي بالعربي وانجليزي في الفيديو؟ بكتب بالانجلش عشان في حاجات كده خصوصا في الحاجات اللي بتضحك وفي السنس اوف هيومر عامه، انا بعرف اكسبرس الحاجات دي اكتر بالانجلش عن بالعربي، وفي نفس الوقت هي دي شخصيتي. فزي ما شخصيتي في الطبيعه بتبقى كده برفلكت ده في شخصيتي على النت وفي الفيديوهات، مع ان ده ممكن يضايق ناس ان مثلا ساعات بيبقى في انجلش في النص، بس معلش. مين شخصيتك الكرتونية المفضلة؟ مش عارفة، هومر سيمسون او تيمي تيرنر او كونان. كونان، اوكي. لا من الاول، مين شخصيتك الكرتونية المفضلة؟ كونان. عندك اخوات ولا لا؟ ايوه عندي اخين اكبر مني. بقالك قد ايه بتلعبي كروسفيت؟ حوالي سنة، صح؟ اول مرة استمر في حاجة لمدة سنة. لما بتبقي جعانة وبتعملي اكل وبيتحرق او بيبوظ بتعملي ايه؟ بفتح علبة تونة كده. تقريبا انا خلصت معظم الاسئله. شكرا لكل حد. كليشيه قوي بقى. شكرا لاي حد بعت اسئله، وباي باي.